مشاهدي الكرام رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل والحين مع فقرة ساكسس ستوري. اسم لمع في عالم الاقتصاد والصحافة الاقتصادية وتألق في مجال المؤتمرات ونشرها في العالم العربي هو مؤسس الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني، وهو أيضا عضو مجلس إدارة الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة منذ عام 99، وهو أيضا عضو مجلس إدارة الجمعية اللبنانية لإدارة الأعمال منذ عام 2006. هو أيضا الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال المتخصصة في صناعة الإعلام الاقتصادي والمؤتمرات والمعارض. منحه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل سليمان وسام الأرز الوطني برتبة فارس تقديرا لعطائه المتميز في المجالات الاقتصادية والتنموية. استقبلوا معي الأستاذ رؤوف أبو زكي. مرحبا بك. استريح. I'm glad you came. يا هلا مرحبا فيك استاذ رؤوف، منورنا اليوم في برنامج بالاخر. شو هالجو الحلو اللي عندي. شكرا. انت والله اللي مسوي لنا جو حلو. الله يخليك. شو اخبارك؟ والله تمام. طمني عن صحتك. الحمد لله. خبرني اول شيء يعني عن هذه الانجازات الكبيره وعن هذا الوسام وعن يعني سويت شغلات كثيره في فين بلش من الاخر؟ بلش من الاول. برنامج من الاخر، بعدين بنشوف كل شيء من الاخر. نحن ما نمشي بالبدايه وثم النهايه، لا نبدا بالنهايه وان شاء الله شو ممكن يصير معاك ان شاء الله كيف في المستقبل. شوف، كل انجازات لها بدايه، والبدايه هو انه انا دخلت عالم الصحافي لاني كنت حب الصحافي في وقت ما كان في هناك لا كليات إعلام ولا مدارس للصحافي، فتوجهت إلى الصحافي بالممارسة وبالشغف وعملت بالجهد وبدأت في وكالة أنباء أتعاطى الأخبار وشؤون الأخبار اللي تتعلق بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم انتقلت إلى صحيفة النهار في أواخر الستينات وعملت كمسؤول عن القسم الاقتصادي في صحيفة النهار لمدة 15 سنة متواصلة. إيش معنى الاقتصاد بالذات؟ يعني ممكن تدخل كنت في الصحافة أوكي، ممكن الإعلام، ممكن شغلات كثيرة، إيش معنى اخترت الاقتصاد بالذات؟ والله بالصدفة، مش بمسألة اختيار. كان هناك عندما بدأت في الصحافة كان هناك مركز شاغر لمندوب يغطي شؤون النقابات وشؤون الوزارات اللي متعلقة بالصناعة والزراعة والاقتصاد، وبالصدفة دخلت ميدان الصحافة الاقتصادية، ومن حسن الحظ أني دخلت لأنه في وقتها لم يكن هناك محررين اقتصاديين لا في لبنان ولا في العالم العربي، في حين كانت الصحافة السياسية مليئة بالمحررين لأنه نحن مسيسين بطبعنا، وهذه الصحافة السياسية سهلة نسبيا. فمن حسن الحظ أني دخلت ميدان الصحافة الاقتصادية ومشيت بهذا الاتجاه. ما خفت تمشي فيه يعني بما أحيانا الاقتصاد يعني بالواقع هو شوف، كانت شغلتي الأساسية من حسن الحظ أني ما كنت دارس اقتصاد، لأنه كان مهمتي تبسيط اللغة الاقتصادية لتكون في متناول كل الناس، حتى تكون لغة عادية، لأنه دائما لما تقول صحافة اقتصادية بيخلق عندك حاجز نفسي وكأنه كيف بدي أفهم اقتصاد. هي الاقتصاد وغير الاقتصاد. بيني وبينك هي كل الصحافة الاقتصادية أرقام بأرقام بأرقام، يعني بتصير إنه دخيل كل الأرقام. لا الأرقام. هو المهم كيف يعطي روح للأرقام. أيوة. وكيف يحط الأرقام بالسياق اللي تخلي القارئ وما يغرق الناس بالأرقام إلا الأرقام ذات الدلالة. كيف؟ بالتالي تبسيط الصحافة هي فن تبسيط استخدام لغة بسيطة لتكون في متناول كل الناس، مثل السياسة مثل أي شيء آخر. خلينا مع بعض نشوف هذه صورة من الملتقى السعودي اللبناني. هذا كان تكريم لك استاذ ظروف. نعم، نحن انشانا
الملتقى، أطلقت الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني بال95، وكان هو أول مؤتمر للبنان خارج لبنان بعد الحرب. وكان البداية في المملكة العربية السعودية، بدأنا في جدة ثم عقدنا هذا الملتقى في الرياض برعاية وحضور الأمير سلمان وبحضور الرئيس رفيق الحريري، وكانت انطلاقة كبيرة، وأصبح هذا الملتقى ينعقد دوريا بالتناوب بين بيروت والرياض. وكان له تأثير كبير لأنه كان إطار يلتقي فيه رجال الأعمال من كلا البلدين، بحيث يعززون العلاقات وينسجون المصالح ويتعرفون، وبالتالي يعني هذا لعب دور كبير في تعزيز العلاقات بين قيادات الأعمال في القطاع الخاص وعلى مستوى المسؤولين. أستاذ رؤوف، يعني ما شاء الله سمعنا التايتلز والألقاب الكثيرة في المقدمة بتاعت عبد الله، بس أنا كنت عايز أعرف إيه أكتر لقب أو تايتل كان قريب لقلبك وكنت مبسوط قوي في الفترة دي، من كل ما شاء الله من كل الألقاب دي، إيه أكتر لقب كنت أنت مبسوط في الفترة الزمنية دي فيها؟ أكتر لقب يعني أكتر لقب كان ولا يزال الصحافي. كلها عامة كل اللي عملته هو منطلق من رغبة للصحافي وانطلق من الصحافي. يعني هذا المشوار الطويل مثل ما قلنا بدأ بوكالة أنباء، ثم انتقل إلى النهار لفترة طويلة، حيث والنهار كانت طبعا هي في العصر الذهبي تبعها، وأتيح لي أن أعمل مع كبار الصحفيين في تلك الصحيفة. ومن ثم بعد ما نضجت تجربتي كصحافي في النهار وتمرست لفترة طويلة، انطلقنا في تأسيس مجلة الاقتصاد والأعمال، ومن مجلة الاقتصاد والأعمال توسعنا باتجاه إطلاق مبادرات، يعني عقد مؤتمرات على مستوى كل بلد عربي وعلى مستوى العرب العمل العربي المشترك ككل. ما شاء الله انت عامل كثير بعالم الاقتصاد، بس انا حابب اعرف انه اذا رجعنا بالزمن وكان فيك تغير البروفيشن تبعك بتنقي شيء ثاني؟ كنت بعمل صحافي نفس الشيء، ما بعمل الا صحافي ولا شيء ثاني، لاني كنت من الوقت اللي كنت بالابتدائي كنت اكتب، وكان بهدفي اني اكون صحافي وما غيرت. وبعدني اذا وبكل اسف اني اليوم بشتغل إدارة أكثر ما بشتغل صحافي، وهذا الشيء اللي بيعذبني أكثر ما بيريحني. شنو يعني لك الوسام اللي كرمك فيه رئيس الجمهورية؟ شوف، نحن بمجموعة الاقتصاد والأعمال لعبنا دور كبير، بأولا في مرحلة ما بعد الحرب بادرنا إلى تنظيم مؤتمرات كثيرة في لبنان، وساهمنا بحركة إعادة الأعمار والاستثمار في لبنان، و عقدنا مجموعة الاقتصاد والأعمال عقدت حتى نهاية السنة الماضية 250 مؤتمر ب 25 دولة، منها 83 مؤتمر في لبنان. وفعلا سهلنا مجيء حوالي 20,000 مستثمر ورجل أعمال من مختلف أنحاء العالم العربي ومختلف أنحاء العالم إلى لبنان، ومعظم الذين استثمروا في لبنان في مرحلة ما بعد الحرب كانوا من بين الذين شاركوا في هذه المؤتمرات. إضافة إلى ذلك سهلنا مشاركة رجال الأعمال اللبنانيين في المؤتمرات التي نعقدها في الخارج، منها الملتقى السعودي اللبناني، ومنها الملتقى الكويتي اللبناني، ومنها ملتقيات عقدناها في القاهرة وفي كل الدول العربية بدون استثناء. في شهر يعني شهرين الماضيين عقدنا 4 مؤتمرات في المملكة العربية السعودية، 1 في جدة و3 في الرياض. برأيك بالحديث عن المؤتمرات، إيش هم أكثر 3 عناصر بتضمن نجاح مؤتمر من المؤتمرات اللي بتسويها؟ أولا يعبي حيث يوجد فراغ، يعني الفكرة تنطلق من الحاجة، يعني المبادرة تنطلق من الشعور بالحاجة، ويكون تشخيص الحاجة فعلا واقعي وعملي. عندما نجد أن هناك حاجة لعقد مؤتمر عن الاستثمار في لبنان، يكون لبنان في حاجة
إلى تسليط الضوء على مناخ الاستثمار فيه وتسليط ولفت نظر المستثمرين إلى وجود فرص مجدية ومفيدة، وبالتالي نبادر إلى يعني أصبح اختيار الفكرة، اختيار المكان، معرفي يعني يكون في الأمور اللوجستية مدروسة جيدا بحيث أنه الذي يشارك في المؤتمر يجد الإطار المريح، التناغم بين المشاركين، المستوى يعني يدفعوا مصاري ليشاركوا بالمؤتمر ولا بتعزمون عزيمه؟ لا بيدفعوا مصاري. يعني مش ببلش يعني نحن ممكن ندفع مصاري عشان احنا بعد نروح. بس نحن اللي مثلك نحن بنعزمهم مجانا. ما يهمك تسلم الله يخليك. اوكي اللي مثلها هي واللي مثلنا نحن واللي مثلكم يعني شو ما يكون في عنصريه. في عامل مهم جدا، انت هلا تفضلت وقلت مثلا انه يجوا ناس مثلنا، انا بعتبر انه في جيل قادم جديد من الشباب العربي. نعم. المؤتمرات هاي بنشوفها كثير، بنشوفها تلفزيونيا واعلاميا. شو في دليل ممكن تعطيه للشباب الصاعد الواعد انه هاي المؤتمرات في منها نفع وبتجدي نفع بعد المؤتمر؟ المؤتمر نعم. حدث. نعم. في هل في مثال عندك واقعي انه من بعد مؤتمر صار في فعل؟ نعم. يشجع الشباب انه ياخذوا طبعا جزء من الصحافه وبعدين يكونوا جزء من المؤتمرات. شوف اول نقطه بس بدي جاوب على النقطه الاولانيه، نحن من بالسنوات الاخيره اعتمدنا تقليد بانه ندعي من كل جامعه عدد معين من طلاب الماجستير ليجوا يشاركوا بالمؤتمرات مجانا حتى يستفيدوا من الجو، وبالعكس بنوفر لهم كل التسهيلات لحتى يتعلموا ويتفاعلوا، ولانه هن بيمثلوا المستقبل. نعم. وهالاستثمار اللي نحن عم ندعي له هو من شان هالاجيال الجديده اللي بدها تخلق فرص عمل. هالاستثمار عم يخلق نمو، عم يخلق فرص عمل ليها الشباب الجديد. هذه اول نقطه. اثنين، كثير عندهم اعتقاد انه المؤتمر شو حكي. هو أهمية المؤتمر، الحكي مهم بالمؤتمر، وخصوصا إذا الحكي من ناس عندهم خبرة أو خبراء ومتخصصين. نعم. ولكن أهمية المؤتمرات إلى أهمية تانية هو اللقاءات الجانبية. ما يحصل على هامش كل مؤتمر هو يوازي بالأهمية ما يحصل داخل ردهات المؤتمر. في عندك مثال لفعل مثلا؟ بالطبيعي كثير من الشراكات والاستثمارات التي حصلت حصيلة لقاءات جانبية بين المشاركين من دون ما نحن نعرف أنه حصلت، ولكن أحيانا نعرف. بعطي مثل، في أحد المرات كان عندنا مؤتمر مشاركين فيه مستثمرين من دول الخليج ومن كل الدول العربية، كان أحد المسؤولين من أحد الدول العربية موجود، قال لي إذا ممكن تعرفني على رئيس مجموعة استثمارية من الكويت. كان جمعتهم، كنا بفندق فينيسيا، جمعتهم في قاعة وتعرفوا وراحت. أنا نصحته للمستثمر، قلت له مهما حكي لك المسؤول لازم تروح تزور هذا البلد لأنه في فرص كثيرة وأنا بعرف البلد. بعد مضي شيء 4 أشهر بتلفن لي المستثمر بيقول لي أنا عم بحكيك من هذا البلد وعم ندرس استثمارات بحوالي $1 مليار. ما شاء الله. طبعا وهذا مثل، وهناك أمثلة كثيرة. نحن ما بنعرف شو بيحصل وما بيهمنا نعرف، نحن مهم نجمع الناس مع بعضهم. يعني وأحلى مهنة بالعالم هي جمع الناس، وخصوصا إذا عم تجمعهم على الإنماء والاستثمار والعمل. مثل مرلامج من الآخر. مثل برنامج هذا فن التواصل، عارف كيف؟ التواصل. حضرت بديت من الصفر ما شاء الله عليك وأسست وكنت من الرواد، هل بعد فيك شغف بعد عقب كل هالسنين؟ شو اللي خليك تواصله؟ شوف دائما الإنسان هو كل عمله حصيلة حلم، وكل ما قمت فيه هو نتيجة أحلام، ولكن أحلام واقعية يعني قادرة أني يجسدها على أرض الواقع. وأنا اليوم بعتبر أنا وغيري وكل واحد بعالم الأعمال أو بعالم بأي عالم آخر، الطب والهندسة، عندما يحلم دائما وعندما يتوقف الحلم بيتوقف الإنسان. 100%. وبالتالي 100%. نحن في حالة حلم دائم، وما زلت في حالة حلم دائم. والإنسان اللي بيظل يحلم بيظل يعتبر أنه ما له علاقة بالزمن الحلم.
طبعا ان شاء الله اكيد الله يطول ان شاء الله يرفع عمرك والله يخليك ان شاء الله اكيد لنا كلنا. انت فعلا قدوه يعني لكثير لاجيال قادمه وللشباب العرب والرجل العربي بشكل عام انه كيف ممكن يعني يكون عنده طموح وممكن يوصل له طبعا من بعد المليار دولار اللي سمعناها مع بعض اللي ممكن بعدين يعني نتقاسم احنا كذي بيننا وبين بعض. من الاخر شباب وبنات رايكم في استاذ رؤوف ابو زكي عمر بن حيدر؟ طبعا رايي مثل انسان مثلك يا اخوي شرف عظيم لي ولكل الشباب طبعا. الله يخليك. الله يخليك. اكيد رنا العمودي اكيد قدوه للشاب والرجل العربي. نعم ما شاء الله. شكرا. جميل وممتاز انك تدل على انه حب الجمهور. لا مثال على انه وراء كل عمل عظيم رجل عظيم. فيعطيك العافيه وكثر من امثالك. الله يخليك. فرح انا بيكوز اوف كل الاتشيفمنتس تبعونك وبحترمك كثير اكيد ما ثامز اب. كريم انا اكيد ثامز اب عشان اهم نقطه عندي بالنسبه لي هو ان حضرتك بتشجع الناس ان تفضل تحلم وما تبطلش حلم فدي لوحدها كفايه. سميره يعني اذا فخمت رئيس الجمهوريه اعطاك وسم الارز مواطنه لبنانيه هالقد يعني بحط اعطيك ثامز اب. كلهم قالوا رايهم انا اقول لك رايي من الاخر. انت رجل عظيم بكل اللي تقدمه وانت فعلا شعور وكلامك معنا جد والله حسيتنا بالشعور ايضا الابو في حديث وكلامك عندك هاي الروح الجميله. لا بعدك صغير طول عمرك ان شاء الله. الله يطول روحك شباب اكيد وبتظل ان شاء الله ايضا روحك شباب. شكرا لك وشكرا لقبولك هذه الصوره في البرنامج. من الاخر مشاهدينا الكرام